احنا دلوقتي بقى بنتكلم على الفايل سيستم والبارتيشن تيبل ومش عارف وايه كمان يا سيدي ومش عارف والبارتيشنز والاينودز. طب احنا عايزين دلوقتي نعمل بارتيشنز بقى، قاعدين من الصبح قاعدين نتكلم كده، طب ما تيجي نعمل بارتيشنز ونتعامل معاها. طيب تعالى نعمل بارتيشنز ونتعامل معاها مبدئيا بس كده قبل ما اعلمك، قبل ما نعمل اي بارتيشنز قبل ما نشتغل في اي حاجه، تعالى نعمل ايه. لو عندك اوبريتنج سيستم موجود كده وعايز تعرف ايه البارتيشنز اللي موجوده اصلا، ايه البارتيشنز اللي موجوده، فاكر انا كنت قلت لك امبارح على امر اسمه دي اف، فاكر دي اف صح؟ قلت لك ان دي اف ده هيطلع لك حاجات موجوده فعليا زي ده كده مثلا، وحاجات فيرتشوال كمان زي التمب اف اس، ده تمب تمبوراري فايل سيستم، ده عباره عن فايل سيستم بيتعمل له او بيشتغل كده اوتوماتيك لما تشغل الكيرنل بتاعك، فيرتشوال فايل سيستم بكل بساطه. يعني معنى كده ان في عندك كريال فايل سيستمز موجوده اهي وفي عندك فيرتشوال فايل سيستمز. احنا حاليا خلينا على قدنا دلوقتي وخلينا نتكلم مع الريال فايل سيستمز، ماشي؟ حاجه موجوده فعلا. طيب ممتاز جدا. الاول بس قبل اي حاجه، هو النيمينج كونفنشن بتاع اللينكس مختلف عن ويندوز؟ بص كده، في ويندوز كان بيعمل لك ايه؟ في ويندوز كان عندك كل بارتيشن بياخد اسم مختلف، شايف؟ سي ودي ومش عارف ايه، صح؟ ماشي؟ طيب ممتاز جدا. اللي انا عايز اقول لك عليه بقى ايه الجديد النهارده؟ ان اسماء البارتيشنز هتكون مختلفه في لينكس عن ما هي موجوده في ويندوز. طيب بص يا سيدي، انا قلت لك امبارح ان ده الديسك بتاعي اهون، الديسك بتاعي ده قسمته البارتيشنز، هيكون عندك في الاول ايه اللي موجود؟ الام بي ار اهون، وبعد الام بي ار هيكون كل بارتيشن موجود له ايه، لما تعمل له فورمات بمعنى ادق بقى هيكون له ايه، الاينود تيبل. طيب ممتاز. طيب ده الام بي ار، وقلت لك الام بي ار ده جزء منه حاجه اسمها البارتيشن تيبل. طيب كلام جميل. عايز اقول لك ان الام بي ار ده كله على بعضه، الام بي ار كله على بعضه كده 512 بايت، البارتيشن تيبل منه البارتيشن تيبل جزء منه عباره عن 64 بايت. يا نهار ازرق، البارتيشن تيبل كله 64 بايت. ايوه. طيب عايز اقول لك بس على معلومه تانية كمان، ان كل بارتيشن معلوماته ممكن تتخزن في 16 بايت. تاني كل بارتيشن عشان تخزن معلوماته فين بدايته وفين نهايته، كل بارتيشن محتاج 16 بايت. معنى كده ان اي ديسك في الدنيا المفروض يكون عليه كام بارتيشن؟ الاجمالي 64 وكل بارتيشن 16، يبقى اقصى عدد من البارتيشنز اللي ممكن تكون عندك 4. بالحساب اهو، بالورقه والقلم. طيب كلام جميل. يبقى لو عندك ديسك اقصى عدد من البارتيشنز هيكونوا كام؟ 1 2 3 4. شكرا. طب السؤال، هو ليه اصلا الراجل هو بصمم الام بي ار ده اساسا راح مخلي مساحته صغيره قوي كده، وراح جاي على البارتيشن تيبل خلى مساحته صغيره قوي كده؟ بص يا سيدي، اللي بيصمم الام بي ار ده، الام بي ار متصمم الثمانينات ماشي. لما اتعمل كان اصلا مساحه اكبر ديسك موجود كانت بالميجا، يعني كنت ممكن تتكلم ان مساحه اكبر ديسك موجود وقتها حوالي 2 ميجا تقريبا. فتخيل واحد كل الديسك اللي عنده 2 ميجا، تفتكر لو قسمه بارتيشنز هيقسمه ايه بالظبط؟ يعني كان اقصى تخيل ممكن يوصل له ساعتها انه يكون عنده ديسك 2 ميجا يقسمه نصين، ده 1 ميجا وده 1 ميجا. طبعا فكرهم، يعني فكر، ما كانش حد متوقع ان النهارده يكون عندك ديسك 16 جيجا، اسف 16 تيرا لديسك واحد.
ديسك واحد 16 تيرا، تخيل ده النهارده. بس في الثمانينات، بلاش الثمانينات، التسعينات يا عم، انت لو كنت قلت الواحد في التسعينات انا هيكون عندي هارد 500 جيجا هيقول لك الله يا عم اتكل على الله انت تهبل ولا ايه، هيقول لي عليك مجنون اساسا. بس بصراحه الاستورج حصل فيها طفره فعلا، حرفيا حصل فيها طفره والله بدون مبالغه، تمام. طيب فبقى النهارده من الطبيعي، من الطبيعي ان اي ديسك عندك اربع بارتيشن تقول غير كافيين اساسا. ده مش من النهارده كمان، ده مثلا من سنه ممكن تقول كده مثلا من 98، من اول ما الديسكات بدات تنزل بمساحه 40 جيجا واكتر، ماشي. طيب عشان يحلوا المشكله دي فكروا في طريقه، بص كده قال لك بس. طب الطريقه دي هيعمل ايه يا سيدي؟ بص ادي الديسك بتاعي اهون، انت قلت لي اقصى عدد من البارتيشنز كام؟ اربعه صح؟ ادي واحد اتنين تلاته وده الرابع. قال لك بص الرابع ده انا هعمل له سبيشال تايب كده اسمه الاكستندد، خلاص. وجوه الاكستندد انا هعمل لك لوجيكال بارتيشنز، ده اسمه لوجيكال بارتيشن اللي جوه ده. ماشي تمام كده. يبقى بص كده عد لي كده، ادا واحد اتنين تلاتة واللي بره ده كام؟ اربعة اللي هو ده. يبقى الاكستندد هو اللي بره ده، لكن اللي جوه ده كل واحد من اللي جوه دول اسمه لوجيكال. بص كده اللوجيكال هيبدأ يعد من كام؟ خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا، ماشي كده. فبقى ممكن بقى دلوقتي بقى في إمكانية ممكن تحط أكتر من كام؟ ها أكتر من أربعة بارتيشنز. طيب بكل بساطة الـ MBR موجود هنا صح؟ طب الـ MBR هيبقى عارف عن مين؟ هيبقى عارف عن واحد واثنين وتلاتة وأربعة بس كده، اللي هو ده واحد واثنين وتلاتة وأربعة بس. طيب بص عايز اقولك ان اربعة ده نفسه بقى هيكون عليه كده زي بارتيشن تيبل خاص بيه، هو عارف ان في خمسة وستة وسبعة وثمانية موجودين، وصلت؟ ده كده اعتبر ان هيكون عليه بارتيشن تيبل صغير خاص بيه كده في ايه؟ ها معلومات البارتيشنز اللوجيكال اللي جواه، وصلت؟ يبقى الـ MBR اتغير؟ لا، الـ MBR برضه فضل عارف المعلومات عن كام بارتيشن؟ عن اربعة برضه، بس الاكستندد نفسه بقى ها خزن ها معلومات ايه؟ لبارتيشنز تانية جواه اسمها لوجيكال، وضحت؟ ها حد عنده أي مشكلة؟ طيب خلي بالك دايما 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 الاكستندد هيحجز مساحة واحد من مين يا عم؟ خلي بالك كل بارتيشن من الأربعة دول اسمه برايمري. لو قلت لك عندك الأربعة، كل واحد من الأربعة اسمه برايمري، كل واحد من الأربعة اسمه برايمري، الإكستندد هيحجز واحد من البرايمري دول. طيب معنى كده إيه برضو؟ إن بقى أقصى، لو أنت عندك واحد إكستندد يبقى أقصى عدد من البرايمري ممكن تضيفه مع الإكستندد كام؟ تلاتة، يبقى تلاتة برايمري زائد الإكستندد، لأن الإكستندد نفسه هيتحسب كأنه برايمري. وصلت؟ ماشي؟ ها واضحة؟ طيب اديك حاجة بقى كمان خلي بالك منها، ثانية واحدة عليا كده هنا. ادي ديسك عندي عملت واحد بس برايمري دلوقتي، ورحت جاي كده عامل واحد اكستندد هنا كده، وعملت لوجيكال جوه الاكستندد اهو. طيب السؤال بقى دلوقتي الاكستندد ده، او اسف اللوجيكال هيبدا يعد من كام؟ لو ده رقم واحد والاكستندد اديته رقم اتنين، ها كده اللوجيكال هيبدا يعد من كام برضه؟
برضه هيبدأ يعد من 5 6 7 8 9 وهكذا. اللوجيكال دايما 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 اللوجيكال بيبدأ يعد من 5. خليك فاكر الحكاية دي، أول 4 بيكونوا ريزيرفد بغض النظر استخدمتهم ولا لأ. ها، خليك فاكر الحكاية دي ماشي كده؟ ها، واضحة شباب؟ طيب اللي بعده أكمل ولا حد يوقفني في حاجة؟ ها، طيب الحاجة اللي بعدها بقى، بص لي بقى كده يا سيدي، أسماء. أنت عمال تقول لي ديسك من الصبح وأنا هعمل بارتيشن، والبارتيشن ده مش عارف هيكون نوع برايمري ولا هيكون نوع لوجيكال ولا اكستندد. طب هو السؤال الأول، هو اسم البارتيشن هيكون إيه؟ من شوية قلت لي في ويندوز إن بيكون اسمه سي أو دي، صح؟ أو إي أو إف، على حسب بقى أنت عندك كام بارتيشن موجود في المكنة دي. طيب بص كده يا حاج، إيه؟ إحنا عندنا أصلاً أكتر من نوع ديسك، صح؟ في عندنا أكتر من نوع ديسك، يعني مثلاً في عندنا الآتا ديسكس أو بيسموها الباتا ديسكس أو الآتا، وفي أنواع تانية زي الساتا، وفي السكازي، خلاص، وفي الساس، وفي الاس اس دي، وفي الفلاش، خلاص، وفي اليو اس، او خليها يو اس بي فلاش يا عم، هو الاس اس دي يعتبر فلاش درايف اساسا، خلاص. ما هو الباتا هو الاي دي اي يا معلم، خلاص. فتعالى كده، موجود اهو عندنا يا سيدي الباتا ديسكس، الباتا ده اختصار لبارل الاتا. بص الباتا ديسكس اللي هي الديسكات القديمه، فاكر الديسكات دي؟ فاكر الديسك ده اهو، شايف؟ طيب الساتا، اعتقد انتوا عارفين الساتا، يعني خلاص يعني الناس كلها شغاله بيها دلوقتي تقريبا، مش من دلوقتي بقى لهم 10 سنين اهون. اه ديسكات الساتا العاديه، الديسك بتاعك العادي اللي في البيت اللي بتشتغل بيه. طيب ديسكات التانية يا سيدي زي الاسكازي والالترا سكازي، بص الاسكازي هتلاقي شكل الانترفيس بس مختلف، والالترا سكازي اهو اهو، بص شكل الانترفيس بس مختلف سنه، تعال اشوف لك صوره اوضح شويه. اهو شايف شكل الكونكشنز عامل ازاي؟ خلاص، مش كل السكازي ولا الالترا سكازي اسمها هوت سوابابل واللي لسه هكلمك عليها دلوقتي حالا. غير السكازي كمان عندنا ايه؟ في عندك الساس ديسكس، الساس هتلاقي الانترفيس شبه الساتا بالظبط، ساس ديسكس فتح لنا حاجه قبيحه قوي. طيب بص الساس ديسكس شكل الانترفيس هتلاقيه شبه الساتا بالظبط، بالمناسبة الساس ديسك ممكن تشغله بساتا انترفيس، خلاص. طيب ايه تاني يا سيدي؟ ده الساس، اللهم صل على النبي، فاضل ايه كمان؟ الاس اس دي، والاس اس دي برضه نفس الانترفيس هيكون شبه الساتا، طبعا الاختلاف في الفرق في السرعات فرق رهيب جدا، الاس اس دي ما ينفعش تتكلم عليه. بص شكل الاس اس دي الانترفيس بتاعه عامل ازاي، الفرق بين الاس اس دي واي حاجه تانية موجوده ان هو ايه،
الفرق بين الاس اس دي واي حاجه تانية موجوده اللي هو ايه، ها، ان مفيش فيه اي جزء ميكانيكال، مفيش فيه اي حاجه بتلف جوه غير ان هو غالي جدا. فعشان كده احتماليه ان هو يبوظ بتكون اقل، زائد ها لو اتخبط منك وقع على الارض ولا اي حاجه اتفرقت معاك، انما الديسك العادي لو اتخبط مع السلامه. طيب سرعه القرايه منه بما انها مش ميكانيكال، فسرعه القرايه والكتابه عليه اسرع بكتير جدا ها من الديسكات العاديه اللي هي فيها ابره ومش عارف وموتور. انت عارف الديسك بتاعك الان ده فيه موتور بيلف، فدايما بان فيه موتور بيلف فسرعه الموتور بتكون ايه، له سرعه معينه. خلاص في سرعات بتتراوح من 5400 ل 7200 ل 10000 لفه في الدقيقه ل 15000 لفه على الساس. يعني الساس ده بيوصل لحد 15000 لفه في الدقيقه. عاده الساس بيكون ما بين 10000 و 15000 لفه. الساتا العادي في الطبيعي بيكون 5400 او 7200، ماشي. طيب ده كمان بيكون حجمه اقل شويه من الساتا، ده 3.5 انش، 3.5 بوصه، وده بيكون 2.5 بوصه، تمام كده. الاس اس دي بيكون حجمه شبه حجم الساس، 2.5 بوصه، لكن مفيش فيه اي جزء ميكانيكال. السكازي وده اللي كان بيستخدم مع السيرفرات ايام زمان وانقرض لان مساحته صغيره جدا. السكازي بس كان الميزه اللي موجوده فيه ان كانت سرعته وقتها اعلى من مين؟ من الديسكات العاديه دي. طبعا ده شبه انقرض خلاص يعني. اعتقد انت لو نزلت السوق حتى الوقت تدور على اي دي اي بيبقى من الصعب ان انت تلاقيه على طول. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب اسماء البارتيشنز بقى تتسمى ازاي؟ بص يا سيدي، الهارد ديسك الباتا ده، الهارد ديسك ده بيتسمى كالتالي. لو انت عندك هذا ديسك موجود عندي اهون، الديسك نفسه ده واحد، ده اتنين، ده تلاته. الديسك نفسه اسماء الديسكات بتتسمى كالاتي. لو انت عندك، لو حد عندك افتكر المذر بورد القديمه، فاكر المذر بورد القديمه بتاعتنا كانت عامله ازاي؟ كنت بتلاقي البروسيسور محطوط هنا، وكنت بتلاقي كده في كابلين للاي دي اي، وكل كابل، اسف، كل بورد فيه بورتين، خلاص في اتنين سلوتس هنا، وكل بورد فيهم كنت بتطلع منه كابل كده. الكابل ده فيه ايه؟ فيه وصلتين، خلاص. فكان دايما بيكون عندك، ها، عندك مكانين اهون، المكانين دول كانوا بيسمحوا لك تركب كام ديفايس؟ لحد 4 ديفايسز بس، اللي هو كانوا بيتسمى برايمري ماستر، برايمري سليف، سكندري ماستر، سكندري سليف. خلاص اهو تاني، برايمري ماستر، برايمري سليف، سكندري ماستر، سكندري سليف. ماشي كده؟ طيب حلو جدا. طيب ايه تاني يا سيدي؟ فشايف كده المذر بورز القديمه دي والاجهزه القديمه دي اللي كانت في اواخر التسعينات ما بين 95 لحد 2003 2004، ها، كنت بتلاقي فيها نوع الديسكات الاتا العاديه دي. طيب كلام جميل. اقصى عدد من الديسكات كنت ممكن تركبه في المذر بورد دي 4 ديسكس بس، فكان بتتسمى كالاتي. بما انه اسمه هارد ديسك، كان اسمه كده هارد ديسك اهو، فكان بيتسمى كالاتي: اتش دي اي، ده الاول ديسك، بعد كده اتش دي بي، طب اللي بعده اتش دي اهو، اتش دي سي، اللي بعده اتش دي دي. اتش دي دي اهو، شايف؟ فكان الديسك الاول بيبقى اسمه اتش دي اي، ايه معناها؟ برايمري ماستر. اتش دي بي، ها، برايمري سليف. اتش دي سي، سكندري ماستر. اتش دي دي، السكندري سليف. خلاص؟ طبعا الاجهزه دي انقرضت النهارده، الاجهزه دي انقرضت النهارده، وبقت معظم الاجهزه كلها شغاله ساتا، بس ما علينا. فلو انت عندك كده، ها، مكنه
فيها ديسكين والمكنه دي من المكن القديم، فهتلاقي الديسكات مترتبه كالاتي. الديسك نفسه هيبقى اسمه اتش دي اي. طيب البارتيشن رقم واحد هيبقى اسمه ايه؟ ها اتش دي اي واحد. طيب البارتيشن رقم اتنين اتش دي اي اتنين. طب البارتيشن رقم تلاتة اتش دي اي تلاتة. وصلت؟ طيب الديسك اللي بعده ها هيبقى اسمه ايه يا سيدي؟ الديسك نفسه هيبقى اسمه ايه؟ اتش دي بي. طيب ده واحد اتنين تلاتة، ده هيكون اتش دي بي ده ها مين عياله بقى؟ اتش دي بي واحد، ومين كمان؟ و اتش دي بي اتنين. طيب ومين كمان؟ و اتش دي سي، اسف اتش دي بي تلاتة. طيب فرضا فرضا ان رقم اتنين ده كان عبارة عن اكستندد وكان جوه اتنين بارتيشن، فاللي جوه ده كان هيبقى اسمه ايه؟ ها اتش دي بي كام؟ اول واحد لوجيكال ده الاولاني ده اهو اتش دي بي خمسة. طب تاني واحد لوجيكال اهو، تاني واحد اتش دي بي ستة. طب تالت واحد الاخير ده كان هيبقى اسمه اتش دي بي سبعة. وصلت؟ ها طيب كلام جميل. ده كان بالنسبة للهاردات مين؟ ها الاي دي اي. وزي ما قلنا الهاردات دي انقرضت، حرفيا انقرضت، ماشي كده؟ طيب حلو قوي. لو عندنا هاردات ساتا بقى يا سيدي، ها لو عندنا هاردات ساتا، الهاردات الساتا كان اسمها ساتا ديسك. فلو عندك هارد ديسك بالمنظر ده، الهارد ديسك نفسه هيتسمى، بالمناسبة الهاردات الساتا دي انت عندك مكنة النهاردة؟ ها انا عن نفسي انا قبل يعني قبل امشي من مصر كنت شايف كده في معرض كان بيتعمل المذر بوردز الجديدة. المذر بورد كانت بتشيل 24 ساتا كونكشن، 24 بورد ممكن توصلهم ساتا، تخيل رقم كبير جدا. ها بس كانت المذر بورد دي وقتها كان حوالي عامله حوالي 3000 مش عارف وكام جنيه، معرفش النهارده تلاقيها مثلا عدت 7000 جنيه ولا حاجه، يمكن اكتر كمان. ده ايام الكلام ده كان الدولار ب 3 جنيه ونص تقريبا او ب 4 جنيه خلاص. طيب ال اعتقد كان الموديل بتاعها جيجا بيت سنايبر حاجه كده، مش فاكر والله، تقريبا هي على ما اعتقد يعني انا افتكر كانت هي تقريبا كان سبيشال اديشن نازله من جيجا بايت وكانت نازله بالامكانيات دي. ما علينا، المهم الديسك نفسه هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اس دي. طب اول ديسك هيبقى اسمه اس دي اي. طب اول بارتيشن فيه هيبقى اسمه ايه يا عم؟ اس دي اي واحد. طب تاني بارتيشن ها ادا واحد اس دي اي اتنين. طب لو عندي اكستندد جواه ها الاكستندد نفسه هيبقى اسمه ايه؟ ها اس دي اي تلاتة. طب اللوجيكال اللي جوه الاكستندد يا عم ها ده هيبقى اسمه ايه؟ اس دي اي خمسة. خليك فاكر اللوجيكال دايما بيبدأ يعد من خمسة. طب اللي بعده اس دي اي ستة. طب ده اس دي اي سبعة. طب ده اس دي اي تمانية، وهكذا. ها وضحت؟ اعتقد اللعبة كده اتفهمت صح؟ طيب كلام جميل. عايز اقول لك بقى ان كل الهاردات اللي جت بعد كده حتى واللي قبل كده زي الاسكازي مثلا، الاسكازي بتاخد نفس النيمينج كونفنشن بتاع الساتا. فكنت هتلاقي مثلا اس دي بي واحد، اس دي بي اتنين، اس دي بي خمسة، وهكذا لللوجيكال. طيب الاس اس دي والساس برضو هيبقى اسمها هتبدأ باس دي. يبقى الديسك نوع الديسك الوحيد، نوع الديسك الوحيد اللي بيبدأ ب اتش دي هو الديسكات الباتا او الاي دي اي على حسب الاسم اللي بتستخدمه. ماشي؟ واضحة الحكاية دي؟ واضحة الحكاية دي؟ ها؟ بقيت اي نوع ستورج تانية هتلاقيها موجودة عندك هي اصلا اسمائهم بتبدأ باس في الاخر، يعني سكازي بيبدأ باسم،
ساتا بيبدا باسم اس او بيبدا بحرف اس، اس اس دي بيبدا باس برضو، فعشان كده خلوا النيمينج كونفنشن بتاعها كله بيبدا باس دي. تمام، حتى الفلاش، حتى الفلاش كمان بتاعك، خلاص الفلاش بتاعتك اسمها ستورج ديفايس، فبدات باس، فبرضو بقى اسم الفلاش ايه؟ بيبدا باس دي، وعلى حسب الترتيب بتاعها بقى اس دي اي، اس دي بي، اس دي سي، اس دي دي، اس دي اي، اس دي اف، وهكذا. ماشي كده؟ طيب ايه كمان يا سيدي؟ حاجه بس عايز اقول لك عليها، لو انت شغال في فيرتشوال انفايرمنت، فيرتشوال انفايرمنت يعني انت شغال في ام وير مثلا، شغال هايبر في، شغال اي اس اكس، كي في ام، بغض النظر فاسماء انت بتعمل، لو انت شغال فيرتشوال ماشين فانت بتعمل فيرتشوال ديسك، صح؟ ماشي كده؟ ففي بعض الفيرتشوال انفايرمنت لو ما عملتش حاجه اسمها ايميوليشن للفيرتشوال ديسك ده، بتلاقي اسم الديسك طالع كده بالاسم ده، في دي. في دي معناها فيرتشوال ديسك، في دي معناها فيرتشوال ديسك، خلاص. وبيبدا يعد برضو من ايه، في دي اي، في دي بي، في دي سي، وهكذا. وضحت؟ طيب لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ طيب تعال كده اديك امثله، ها، ون ايه، ونبدا نفهم او نبدا نقول معناها ايه عشان نبدا بقى ايه نكمل. بص، لو قلت لك عندك بارتيشن بالاسم ده اتش دي بي 9، اس دي اي 1، اس دي اف، ايه تاني، في دي 3، في دي اي 3، في دي اي، ماشي، ايه كمان، اس دي، اس دي سي 5. تعال كده نترجم الكلام ده. لو لقيت بارتيشن عندك اسمه كده، لو لقيت بارتيشن اسمه كده، عارف ده معنى ايه؟ اتش دي بي 9. اتش دي بي 9 معنى ايه؟ معنى ايه؟ اتش دي بي لوحدها معناها ايه يا معلم؟ اتش دي بي معناها ايه؟ ده عباره عن اي دي اي ديسك، ورقمه هيبقى رقمه 2، لانه بي هو بيبدا من ايه، صح؟ ده معناها ان اول حاجه الديسك ده نوعه اي دي اي او باتا، تمام كده؟ والديسك ده ترتيب رقم 2، مش كده وبس، ده البارتيشن نفسه نوعه لوجيكال. طب ترتيبه كام في اللوجيكال؟ ها، ده البارتيشن اللوجيكال رقم 4، لان اللوجيكال بيبدا من 5، ف 5 6 7 8 لا 9 هيبقى البارتيشن رقم 5، البارتيشن اللوجيكال رقم 5، لان اول لوجيكال بيبدا ب 5، صح؟ 5 6 7 8 9، يبقى ده البارتيشن رقم 5 في اللوجيك، او البارتيشن اللوجيكال رقم 5 في الهارد ديسك الثاني اللي نوعه اي دي اي او باتا. ها، وضحت؟ طيب اس دي اي 1، يبقى الديسك ده نوعه ايه؟ الديسك ده يا اما ساتا، يا اما سكازي، يا اما اس اس دي او ساس. الديسك ده يا سيدي البارتيشن ده، البارتيشن الاولاني في الديسك رقم اي، اللي هو اي هو بيبدا بايه، بي سي دي اي، اللي هو الديسك رقم 5، يبقى ده الديسك الخامس او البارتيشن الاول في الديسك الخامس. والديسك ده نوعه يا اما ساتا او سكازي او اس اس دي او ساس. طيب كلام جميل. الاس دي اف، اس دي اف ده معناه ايه؟ اس دي اف كده لوحده بكل بساطة ده الديسك السادس، والديسك ده نوعه الديسك كامل وليس البارتيشن. يبقى انا كده بوصف ديسك مش بارتيشن، ها؟ طالما ما حددتلكش رقم البارتيشن يبقى انا بكلمك على ديسك، يبقى انت بتتكلم على الديسك رقم، ها، رقم 6 A B C D E F، والديسك ده يا اما ساتا، يا اما اس اس دي، يا اما سكازي. حلو جدا. اللي بعده ال V D A 3، ها،
ده معناه ان هو فيرتشوال ديسك خلاص. الفيرتشوال ديسك ده في الديسك الاولاني او الفيرتشوال ديسك البارتيشن رقم 3 في الفيرتشوال ديسك الاول. طيب في دي اي معناها ان انا بتكلم برضو على ايه، على ديسك وليس على بارتيشن. في دي اي معناها الديسك الفيرتشوال رقم رقم 5. ممتاز. طيب دي كانت اس بالمناسبه، اس دي سي 5. اس دي سي 5 معناها ايه؟ البارتيشن اللوجيكال رقم 1 في الديسك الثالث اللي نوعه ساتا او سكازي او اس اس دي. ها اللعبه كده اتفهمت؟ ولا اي حاجه. الفي دي معناها فيرتشوال ديسك. لو انت مشغل فيرتشوال ماشين زي حالتي كده اهو، وانت بتاد ديسك للفيرتشوال ماشين، ممكن تختار ان هو يايميوليت الفيرتشوال ديسك ده او يستخدمه زي ما هو. خلاص يعني تعالى كده، لو قلت له الفي ام كده سيتنجز، بص كده عندي اد اهو، وهقول له هاد هارد ديسك. بص هيسالك تعمل ايه، الديسك ده نوعه ساتا. بص الاي دي اي لازم تكون الفي ام داون لو عايز تضيف ديسك وتعامله كانه اي دي اي. بص عمل ازاي. طب ده عايز تعامله كانه ساتا ولا سكازي؟ شايف خلاص كده. طيب الاوبشنز هنا مثلا، لا وانت بت انستول الفي ام، وانت بتكريت الفي ام في الاول اساسا، وانت بتكريت الفي ام في الاول بيقول لك الكنترولر ده هيكون نوعه ايه. ده بيميوليت ان انت عندك فيزيكال ديسك واصل بكابل. خلاص ففي الطبيعي لو انت شغال بفيرتشوال ماشين، ها لو عندك كي في ام مثلا او عندك في ام وير حتى اي اس اكس، لو انت عملت ايميوليت هتلاقيه ظهر باسم في دي، هتلاقيه ظهر باسم في دي. خلاص كده. فلو لقيت اسم في دي معناها ان الراجل ده شغال فيرتشوال، مفيش كلام، انسى يا معلم. وضحت كده؟ لا في ام وير ستيشن محتاجه سيريال. الفي ام وير اسف، في ام وير كان اسمه في ام وير ايه؟ البلاير، الفي ام وير بلاير هو اللي ايه؟ الفي ام وير بلاير هو اللي فري. خلاص؟ ماشي كده؟ والراجل حاطط لكم الكي اهون يعني. طب ما تقول لهم لأي نسخة عشان ما يحطش أي كي كده لأي نسخة، وأنت شغال في ام وير 10 ولا 11 ولا 12 ولا إيه بالظبط؟ طيب ما علينا. حد بقى يسجل الكلام دون ويبعت لفي ام وير عشان يودوا شادي في داهية، ماشي؟ طيب ها حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب ارجع بقى كده للديسك بتاعنا، هوريك المثال ده واسيبك تروح، انا عارف ان انتوا تعبتوا النهارده. معلش بص لي كده عندي. لو عايز تشوف الديسكات اللي موجوده عندك، الديسكات اللي موجوده عندك اللي اس بلوك، بص لي كده عندي. انا عندي كام ديسك اهو، عندي ديسك واحد اسمه اس دي اي. بص لي كده الديسك ده طالع منه كام بارتيشن، ها اس دي اي 1، ومعمول له ماونت فين؟ بص لي كده في سلاش بوت. وعندي مين كمان؟ اس دي اي 2 بس مش معمول له ماونت. اس دي اي 2 ده كريت منه حاجه اسمها لوجيكال فوليومز، عمل حاجه اسمها لوجيكال فوليومز، وهاجي لها اشرحها لسه قدام اللوجيكال فوليومز. خلينا نتكلم في السيناريو البسيط بتاعه. بص حتى نوع اسمه ايه؟ ال في ام، نوع ال في ام. فشايف انا عندي ديسك واحد اهو معمول منه 2، ها 2 ايه؟ 2 بارتيشنز، وبعد كده عمل من البارتيشنز دول فوليومز، ماشي. وعندي كمان ها اس ار 0. عارف اس ار 0 اللي هي ايه؟ اس ار 0 ها، انت في عندك انواع من الدرايفز اللي ممكن تقرا سي ديز.
زي سي دي وزي سي دي ار خلاص او سي دي روم، وفي عندك سي دي رايتر، في عندك دي في دي، في عندك دي في دي رايتر خلاص. ايه كمان؟ وفي عندك حاجه اسمها اس ار 0. اس ار 0 اللي هي بتقرا الديسكات البلوراي. ماشي كده؟ لا مش بريكنج ولا حاجه. اس ار 0 اللي بتقرا الديفايسز اللي بمساحات كبيره خلاص، زي بتتكلم بقى على 40 جيجا للدي في دي و50 جيجا للدي في دي وكلام من ده. ماشي؟ طيب بص، اللينكس عمل حركه صايعه، بدل ما يقعد يعمل كل واحده فيهم فراح اعمل لك ايه؟ راح اعمل لك ايه؟ راح جاي كده على اس ار 0 دي. ماشي؟ ال اس داش ال سلاش ديف اس ار 0 بص كده نوعها هيكون ايه؟ مملوك لمين؟ ها سي دي روم، الجروب اللي اسمها سي دي روم. طيب ال اس بص لي كده شوية عندك، بص لي كده كويس، بص لي كده ديف سي دي روم بتشاور على مين؟ طيب ال اس داش ال ديف دي في دي، لا مش موجودة. طيب لا بلاش تعرف كل ده، ما عادتش موجودة. طيب خلاص، فاللينكس بقى بص بقى بيشاور على اس ار 0 مكان سي دي روم بتاعتك. والله انت ممكن تستخدم سي دي روم لو انت عندك سي دي روم، بس لو استخدمت حتى اس ار 0 هيماونت للصاله اللي موجوده جوه واشتغل. طب لو انت عندك جهاز اصلا فيه بلوراي برضه هيشتغل. اشتغل باس ار 0 رايح دماغك، والله عايز تشتغل بسي دي روم اشتغل بسي دي روم لوحدك براحتك، يعني مش مشكله. بس عشان زي يكون كده في يونيك نيم، لما تيجي تماونت اي اسطوانه موجوده جوه الجهاز استخدم اس ار 0 ريح دماغك. طبعا الاصح، انا بقول لك اهو الاصح، تستخدم ديف سي دي روم، بس بدل ما يعمل ديفايس لسي دي روم ويعمل فيرتشوال ديفايس، او اسف يعمل ديفايس لدي في دي، وديفايس مش عارف لدي في دي رايتر، وديفايس لسي دي رايتر. عارف الطريقه دي؟ المفروض يعمل ديفايس لكل بوسيبل ايه، او لكل حاجه بوسيبل ممكن تركبها عندك، يعني لسي دي روم، الدي في دي روم، للسي دي رايتر، للدي في دي رايتر، للاس ار 0 اللي هو بتاع البلوراي. فراح عامل هي ديفايس واحده اسمها اس ار 0، وبعد كده عمل سوفت لينك من ايه؟ كل الاسماء الباقيه تشاور على اس ار 0 ديت. فبقت اي ديفايس تحطها في المكنه عندك اللي المكنه بتاعتك هتعرف تعمل له سبورت، هتقدر تاكسسه من مين؟ من ديف اس ار 0 ديت. وصلت الفكره؟ ها؟ طيب معنى كده ان انا عامل ماونت لمين عندي يا ريس؟ انا عامل ماونت للاس ار 0 او عامل ماونت للدي في دي اللي موجوده عندي فين؟ في ام ان تي. ها حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشاكل؟ تاني من اول فين بالظبط؟ مين؟ انا ما عملتش ماونت خالص وربنا، انا ما عملتش اي امر ماونت. الاس ار 0 بص، انا قلت لك ان الديفايسز اللي موجوده عندك اي مكنه في الدنيا، اي مكنه في الدنيا ممكن يكون فيها سي دي روم او سي دي رايتر او دي في دي روم او دي في دي رايتر او اس ار 0 صح؟ مش دي كل الديفايس اللي موجوده؟ صح ولا غلط؟ اي اسطوانه في الدنيا لا تخرج عن حاجه من دول. كلام جميل. طيب بدل ما يعمل لك، بدل ما تلاقي سيستم عليه سي دي روم، فتلاقي لما تيجي تعمل ماونت هتقول له ماونت من ديف سي دي روم، واحد تاني عنده سي دي رايتر هيعمل ماونت من ديف سي دي ار دبليو، واحد تالت عنده دي في دي روم هيقرا من دي في دي روم.
واحد تالت، واحد رابع عنده دي في دي رايتر هيقرا من الملف ده، واحد خامس عنده اس ار زيرو هيقرا من الملف ده. شايف كل يوزر بقى عنده ايه؟ ها، اسم بيشاور على الفيزيكال ديفايس اللي موجوده عنده فعلا، اللي هي بتقرا اسطوانه. هم كلهم بيقروا نفس الحاجه او بيقروا اسطوانات، صح؟ فراح عامل لك ايه؟ قال لك بس كل الحاجات دي هتبقى اكسسبل عن طريق الديفايس اللي اسمها ديف اس ار زيرو دي. خلاص. طب يا عم، طب لو انت عندك سي دي روم بس، قال لك برضه هتشتغل مع سي دي روم. طب لو انت عندك دي في دي رايتر، هتشتغل مع الدي في دي رايتر. خلاص. طيب بص كده، حتى لو انت بصيت على ديف سي دي روم، الملف ده بيشاور على مين اصلا؟ بيشاور على اس ار زيرو. فانت بدل ما كل شويه ماونت بديف سي دي روم ولا ديف سي دي رايتر ولا بديف دي في دي روم، تقعد تتنقل بقى بالمنظر ده، اعمل يا عم دايما ماونت مستخدما الديفايس اللي اسمها اس ار. واس ار زيرو معناها اول ديفايس بتقرا اسطوانات عندك في المكنه. اس ار زيرو اول ديفايس. طب لو عندك اتنين دي في دي روم واصلين بالمكنه، ها، هتستخدم اس ار واحد. طب لو عندك تلاته دي في دي روم واصلين بالمكنه، اس ار اتنين، وهكذا. وصلت؟ فانت ممكن تريح دماغك، بدل ما تعمل ماونت بديف سي دي روم، اعمل ماونت باس ار زيرو. سواء عندك دي في دي، ها، هتشتغل، عندك دي في دي روم هتشتغل، عندك دي في دي رايتر هتشتغل، عندك سي دي رايتر هتشتغل، اي حاجه، ها، اس ار زيرو هتشاور عليها وهتلاقيها شغاله زي الحلاوه معاك. وليه اتعملت الحكايه دي؟ هقول لك بكل بساطه، الموضوع كان بسيط جدا. الاس ار زيرو دي تقدر تقرا اسطوانات. الاس ار زيرو دي انا قلت لك دي بتاع البلوراي، صح؟ طيب هل البلوراي درايف يقدر يقرا اسطوانات مساحتها 50 جيجا؟ بيقرا. 20 جيجا؟ بيقرا. طب 4 جيجا العاديه بيقرا الاسطوانات العاديه؟ يقرا الاسطوانات العاديه. طب يقرا الاسطوانات ال 700 ميجا القديمه بتاع ايام زمان؟ برضه بيقراها. طب ما طالما ده اصلا كومباتبل مع اللي قبله كلهم، انا اقعد اوجع دماغ المستخدم ليه واحط له 50 ديفايس فايل؟ اعذبه معايا ليه؟ ما تحط له عم ملف واحد ويقرا له اي حاجه اللي موجود عندك بقى، اللي الديفايس اللي الدرايف بتاعك يسبورته، اقرا الملف ده وخلاص. ايه رايك؟ مش كده افضل برضو؟ وضحت؟ طيب كلام جميل. ممتاز، ممتاز جدا. ماشي، هنكتفي بهذا القدر النهارده، ايه؟ ونكمل بكره ان شاء الله. بارتيشننج، كرييتنج فايل سيستمز، وماونتنج كمان، الثلاثه. خلاص كده؟ يبقى بكره هنكمل الكلام دون، ونكمل الفيم اللي مش عايز يخلص ده. مش عارف الفيم منحس معانا ليه كده. ماشي؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله النهارده؟ بكره الصبح ان شاء الله ابعت لكم اللينكات فيها كل حاجه. طيب ماشي، خلاص، اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.